جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي على الطاولة وأن نعرف عنه وأن تعاقب السعودية على هذه الجريمة أم أنها مجرد ورقة ضغط على محمد بن سلمان ولي العهد السعودي للتسريع في إنهاء الحرب على اليمن وتنفيذ بطبيعة الحال مطالب الولايات المتحدة بإدارة جو بايدن؟ يعني نحن نعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن حلفائها، هي ربما تستبدل شخص مكان شخص، ولكن هي لن تذهب في التخلي عن حلفائها بشكل أساسي في الدرجة الأولى. وأيضا وإن إذا ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية في كشف هذا التقرير الذي مثل ما تفضل الدكتور حمزة أنه سوف يشكل صدمة وسوف يعطي دافع إلى تغيير في شكل الحكم في السعودية من خلال الحديث في أروقة الولايات المتحدة الأمريكية في أروقة الساسة عند بعض الشخصيات المطلعين على أو المحللين السياسيين الأمريكيين يتحدثون عن أن محمد بن سلمان أصبح عبئاً على الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية التي هي من جلبت محمد بن سلمان وفق معادلات معينة من أجل أن يحقق مكاسب معينة، هذا الشخص أصبح عبئاً عليهم من خلال إدارته إلى الحرب في اليمن في الدرجة الأولى. والأخطاء التي ارتكبها محمد بن سلمان، أتى إلى الحكم وكان من المقرر أن يكون هو شرطي المنطقة، شرطي عندما جلب أكثر من 50 دولة لاستقبال ترامب، عندما جاء ترامب إلى في أول زيارة له للشرق الأوسط، كان يراد أن يحقق محمد بن سلمان أن يكون هو الرجل الأول في المنطقة وهو سيد المنطقة. الحرب في اليمن هي من أسقطت هذا المشروع، مشروع أن يتربع محمد بن سلمان على عرش المنطقة في الشرق الأوسط. وأنا أعتقد بأن الحرب في اليمن أو الشعب اليمني أسقط هذا المخطط، كما أسقطت يعني حرب 2006 مشروع الشرق الأوسط الجديد. اليوم ماذا يكشف هذا التقرير؟ أنا أعتقد بأن هناك مصالح استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية لن تفرط فيها، نعم. ليس من أجل اليمني ولا من أجل أيضا الكشف عن خلفية اغتيال خاشقجي ولا من أجل حقوق الإنسان في السعودية. اليوم نحن نسمع أصوات تنادي بتحقيق جزء من الحقوق الإنسان، احترام حقوق الإنسان، وعلى محمد بن سلمان أن يراجع سياساته. ولكن هل تذهب الولايات المتحدة في أكثر من يعني استبدال؟ نحن نعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية استبدلت في الملف السوري قطر للسعودية، والآن هل يستبدل محمد بن سلمان أو تستبدل الإدارة السعودية الحالية بشخصية بدولة أخرى أن تقود مشاريع الولايات المتحدة في المنطقة؟ نحن الآن نترقب. ولكن اليوم ما نشاهده اليوم من خلال تصريحات الإدارة الأمريكية فيما يتعلق باليمن، نحن لا يمكن أن نتفائل كثيرا، نعم. لأن الإدارة الأمريكية هي شريكة حقيقية، يعني هي اليوم شريك حقيقي في معاناة اليمنيين، وهي شريك حقيقي في فرض الحصار. لا تستطيع الولايات السعودية أو الإمارات أو أي دولة أخرى أن تفرض حصارا كما فرضته قوات التحالف لولا الدعم والغطاء ولكن هناك شركاء آخرين أيضا في هذه الحرب، ويعني أيضا الدول الأوروبية منها من باع الأسلحة للسعودية ويعني بطريقة وبأخرى ساهموا في هذا العدوان. بعد يعني جملة بايدن الواضحة بأنه هذه الحرب يجب أن تنتهي، هل ستتوقف الدول الأوروبية عن بيع الأسلحة مثلا للسعودية وتراجع نفسها؟ كيف سيكون التصرف معها؟ وبالتالي أيضا هل يمكن أن يكون هناك محاسبة أيضا لهذه الدول على مشاركتها في هذه الحرب على الشعب اليمني وإن كان بطريقة غير مباشرة عبر بيع الأسلحة؟ صحيح. اليوم يعني عندما تحدث إدارة بايدن وقالت بأننا جمدنا بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، سمعنا بأن هناك أيضا دولة أخرى هي إيطاليا أيضا قامت بتجميد بيع الأسلحة للسعودية والإمارات. ونحن هنا في أستراليا منذ 2019 كنا نطالب الحكومة الأسترالية ورفعنا يعني وثائق، كشفنا عن وثائق في أستراليا وشكل تحالف
تم مساءلة رئيس الوزراء الأسترالي في البرلمان الأسترالي من خلال لماذا تم إعطاء أكثر من 14 تصريح لبيع الأسلحة للسعودية والإمارات، ولكن للأسف لم يتم التفاعل مع هذه القضية. اليوم نحن نعلم بأن السياسة المتبعة هي سياسة اتباع لما يقوم به الأمريكي الأسترالي، يتبع ما يقوم به الأمريكي، لذلك نحن نتوقع أن تذهب دول أخرى في هذا الاتجاه. لا نستبعد خلال الأيام المقبلة أن يتم إيقاف بيع الأسلحة من بعض الدول الأوروبية أو من بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية والتي تدور في نفس الفلك، فلك الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هل اليوم سوف يحاسب هؤلاء؟ هل سوف يساءلون هؤلاء الذين باعوا الأسلحة؟ يعني الحكومة البريطانية باعت أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات، هل سوف يتم فتح هذا الملف ويتم محاسبة هذه الشركات التي باعت الأسلحة؟ هنا جدية الملف حقيقة. نعم. نحن نعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تفرط في مصالحها مع هذه الدول، وإن كان هناك نية لاستبدال. دعنا نشرك معنا في هذا الحديث أيضا السيد سيف الوشلي الناشط السياسي اليمني، وهو